مشاغل دائمة قادني صمتي إلى منصة الإعدام. يا ليتني تكلمت، صوتي دل كتيبة الإعدام على مخبئي. يا ليتني تكلمت أكثر، الجبال تخونني والأنهار تخونني، الكهوف تراني صديقا قديما وجدولا عابرا يخطط لعصيان ضد من ولأجل ماذا لا أحد يعرف. حذفني المطر من لائحة الأصدقاء، عشيقاتي حذفنني من دفاتر مذكراتهن، حين كنت دالية عنب اجتاحتني البراري، وما أن غدوت شجرة جوز النسوة النائمات في القصائد علقنا ملابسهن الداخلية على أغصاني. أما الآن صمتي قادني إلى منصة الإعدام. يا ليتني تكلمت، صوتي دل كتيبة الإعدام على مكاني. يا ليتني تكلمت أكثر وأكثر. لا عذر للريح إن تأخرت، لا عذر للريح إن تأخرت، لا عذر للليل إن تمادى في صمته وظلامه. عليه الاعتذار من الأحزان المؤجلة بسببه. لن تغفر له سنوات العار، صحاري الندم، طاولات القمار وحانات القراصنة. لن تغفر له الدروب الحميمة خذلانه. لا عذر للريح والليل إن تحالفا مع الحزن ضدي. قالها ذئب راثيا صديقا قديما. البارحة انشغلت بوداع صديقة عزيزة جدا، كانت ترتب لي سريري، خزانة ملابسي، مكتبتي، تقرأ نصوصي بشغف ولهفة. قاسمتني نومي، يقظتي وأسفاري، قرأت فناجين قهوتي، شاركتني كأس نبيذي، خففت عني آلامي، حملت عني بعض أحزاني. صديقة وفية جدا، لئيمة وثرية جدا، لازمتني أكثر من ظلي، لازمتني أكثر من ظلي لألف عام. بكت بالنيابة عني 100 عام، حاولت رسم بورتريه لي ولم تكمله، قررت مغادرتي تاركة اعترافا خطيا بالفشل. صديقة تسمونها الغربة وأسميها الندم. اليوم تؤرقني كتابة قصيدة عن قطة بلجيكية رائعة. اليوم تؤرقني كتابة قصيدة عن قطة بلجيكية رائعة.
عملت موديلا عند رسام أنجب منها 50 لوحة، 40 قصيدة، 3 روايات، و7 أطفال. قطة وجدتها فجأة على سريري في مكتبتي بين قصائدي. حين يكتمل القمر تكتمل، حين يكتمل القمر تكتمل، وحين يغيب تتحول إلى أقمار، تقفز من قصيدة إلى أخرى، من جرح إلى آخر، وتنغرس في قلبي كحرب. قطة رائعة تسمونها الغربة، وأسميها العزلة. غدا أمامي مشاغل كثيرة، كتابة رسالة لصديقة معتقلة، شراء هدية لحارس مقبرة، وشرب فنجان قهوة معه، زيارة متحف حربي قررت ارتياده منذ 20 سنة، حضور أمسية شعرية لشاعر تافه، تلبية دعوة مومس إلى العشاء في مطعم فاخر، قراءة مخطوط رواية لصديق. وسط هذه المشاغل ككل يوم أنسى أن أموت، وسط هذه المشاغل ككل يوم أنسى أن أموت. شكراً.